السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة خليفة الغزالي، أسعد الله أوقاتكم. اليوم إن شاء الله حنا كنتواجدوا في مدينة زاوية الشيخ، وبالضبط في أومانة نواحي بالويدان، اللي غادي نركبوا فيه واحد المنظومة ديال الطاقة الشمسية. المضخة فراها سميتها الريدبود، نوعية إيطالية كلها إينوكس. كما شفتوا الأسبوع اللي فات كنا ركبنا واحد المنظومة ديال الطاقة الشمسية اللي كتجر على 850 متر، اللي فيها 16 لوح شمسي في مدينة خنيفرة. الإخوان الشفافية والمصداقية والإتقان في العمل، وهذا الدليل ها هو قدامك. كما كتشوف هنا في هذه المنظومة هذه راه يعني ما كايناش الشمس والمنظومة خدامة مزيان. إن شاء الله احنا دابا غادي نركبوا هذه المنظومة وغنعطيكم جميع التفاصيل ديالها. بالنسبة للعمل ديالنا راه ما كنديروش شي إشهار لشي شركة، كنشريو الماتيريال وكنخدموا وكل واحد الله يسهل عليه. كما قلنا النوعية ديال المضخة راه نوعية إيطالية وإينوكس، كلها إينوكس. الألواح إيروسول والمحول دوليكوم، نوعية مزيانة. ناسي ساعد تكنيسيان ديال هاد إنشاء هاد المنظومات. بالنسبة لهاد المنخة اش من نوع سي ساعد؟ بومب إميرجي ريدبوت إينوكس. بالنسبة للعمق سي ساعد شحال كتدفع لينا هاد المنخة؟ تنزل من 113 ل 145 من أ حتى لزاد. تلحيم ديال المنظومة وكذلك التركيب ديال الألواح وكذلك التركيب ديال الفارياتور والتركيب ديال المضخه. للتواصل مع الاخوان غنخلي لكم الهواتف في صندوق الوصف. المنظومه كلها باش ما يبقاش يتكرر عندي السؤال في التعاليق ديال هذه المنظومه ديال 5.5 كيلووات اللي كتجر على بعد 100 متر ويكون عندك تقريبا واحد الهكتار او هكتارين في البلاد ديالك. علاش الاخوان ركزنا على هذه المنظومه ديال 5.5 حصان و15 لوح الشمسي؟ الحقيقه هذه المنظومه هذه مناسبه للفلاح المتوسط والفلاح البسيط. بعد ما درنا دراسه على هذا النوع ديال الطاقه المتحركه عطات نتائج ديالها. بالنسبه للانسان اللي عنده واحد 3 هكتارات ودير فيها الفلاحه او دير فيها الاشجار، فراه هذه هي المنظومه المناسبه اللي غادي تخدم ليه. التكلفه ديالها اقتصاديه، وبالنسبه للصبيب كيكون صبيب مزيان بالتيو ديال 63 جوج بوس، يعني تقدر تعطيك واحد 13 طن ولا 14 طن في الساعة. أما بين التكلفة ديال الطاقة الشمسية والتكلفة ديال الموتور العادي، سولنا الفلاحة قالوا لنا بأنهم كيخسروا تقريبا 2 مليون حتى 1.5 مليون تكاليف ديال الموتور العادي. بالنسبة لهذه التكلفة ديال 15 لوح شمسي فراه تقريبا عام ولا عامين غادي توفر لك باش دير منظومة ديال طاقة شمسية متحركة، وغادي توفر عليك الفلوس وغادي تسقي الفلاحة ديالك تقريبا فابور. الخوان اللي كيسولوني في التعليق كيقولوا لي واش ممكن نخدموا المضخة ديال الباسان بنفس الطاقة المتحركة اللي راكبة عندي في البئر؟ أيه ممكن تخدمهم بجوج، ولكن ماشي في مره واحده، غتخدم حتى تعمر الباسان ومن بعد غادي تخدم المضخه ديال الباسان بنفس المنظومه. الهدف ديالي راه ماشي هو انني نستافد من المشاهدات، ولكن باش يستافدوا الناس الفيديو يطلع باش يشوفوه واحد الشريحه كثيره من الناس. الى عجبك الفيديو وعجبك المحتوى ديال القناه ما فيها باس دير الاشتراك، وكل واحد وكيبقى هو والراي ديالو. وشكرا لمتابعي قناه خليفه الغزالي اللي كيدعمونا وكيساندونا باش هاد القناة ان شاء الله تطلع وتزيد لقدام، ويستافد منها الكل، الفلاح ومول المنزل والمشاهد. للذكر فقط بان هاد المنظومة هذه راه ممكن تخدم المنزل. بالنسبة للناس اللي كيسولوني في التعاليق واش هاد المنظومات كيخدموا المنازل، ايه هاد المنظومة تخدمها المنزل ديالك ب 15 لوح شمسي. راه ممكن تخدم لك الكليماتيزور، وتخدم لك المصابيح، وتخدم لك التلفازة، وتخدم الثلاجة، لأن 15 لوح شمسي ديال 450 راه بحال قلنا 28 لوح ديال 285، يعني إذا كانت عندك الدار كبيرة أولا جوج المنازل فراها قادرة تخدم لك جوج المنازل. علاش؟ لأن المساحة ديالها صغيرة. إذا ركبتي 15 لوح شمسي ماشي هي لك تمركب 30 لوح شمسي فوق المنزل ديالك. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تبدلها هي الفارياتور. في بلاصة الفارياتور غادي دير محول. إلا كنتي بغيت دير مثلا البطاريات فراك غادي دير محول ديال 6000 واط أو لا 7000 واط. في حالة ما إلا كان عندك الضوء وبغيتي تركب الطاقة الشمسية وتدمج ما بين الضوء
وما بين الطاقه الشمسيه، فراه كدير واحد لانجيكسيون كتدخل ليه الخيوط ديال الطاقه وكتدخل ليه الخيوط ديال الضوء، غادي يقلب الراسو يعني غيحول الراسو وغادي يخدم لك الضوء ديال لوينو. وإلا كنتي مثلا بغيتي تخدم بومبا ديال الغطاس بنهار، فراه غادي يخدم لك البومبا ديال الغطاس بنهار من الطاقه الشمسيه، ولكن بالليل تقدر تخدمها من الضوء. دابا غادي نجاوب الاخوان اللي كيسولوني على المضخات الصغار. مضخه ديال 1.5 حصان، الالواح اللي كيخدموا 1.5 حصان راه تقدر تخدمها بسته الالواح. عندنا مضخه ديال 1000 واط راه تقدر تخدمها باربعه الالواح، وعندنا مضخه ديال 700 واط وكاينه وحده ديال 500 واط غادي تخدمها بجوج الالواح. هادو هاد المضخات كيخدموا بلا فارياتور يعني كيخدموا ديريكت. الالواح اللي تنتكلم عليهم راهم الواح ديال 285، الا كنتي غادي دير الالواح ديال 450 فراه كتقسمهم على النص، يعني الا كنتي غتركب اربعه الالواح راه كتركب جات ديال 450 واط. راهما متوفرين عندنا في المغرب ولكن حنا ما كنستعملوهمش، كنستعملوا هاد النوعيه ديال 5.5 الفوق. وكنقصد ما عندناش حاليا في ستوك، وإلا كنتي محتاج وباغي هاد النوعيه ديال المضخات العطاء والتجديد توفر لك كل اللوازم ديال الطاقه الشمسيه وتوصلوا لك حتى المنزل ديالك وحتى التركاب والانستالاسيون. كنظن راك كتستافد وكتشوف اشنو واقع في الفيديو. كنحاولوا نجاوبوا على الاسئله ديال الاخوان اللي في التعاليق. الاخ سعيد راه تبارك الله عليه الصباغه ضروري الاخوان، الصباغه خاصها تكون لان الصباغه ما كتخليش المنظومه ديالك تصدي. اخوان ومتابعين كيسولوني في التعاليق ديالهم ايضا، كيقولوا لي بان هذه المنظومه هذه مشكل ديال البرد. مشكل ديال البرد هذا النوع ديال المنظومه المتحركه، فرحنا كنديروا ليها واحد جوج ديال الامتار في الارض باش كنحفروا لهذيك الجعبه اللي فيها تقريبا 5 بوس، وكندخلوا فيها واحده اخرى اللي فيها 3 بوس ونص ولا 4 وكتهبط جوج ديال الامتار، عاد كيركب الحديد ديال الاش اللي كنديروه على شكل علامه زائد باش يهز لنا القاعده اللي فوق. نصيحه لكل واحد مقبل على تركيب الالواح ديال الطاقه الشمسيه، خاصك تشوف واحد اللي مسؤول وعنده الماتيريال كله، ما تمشيش تمشي مثلا تشري الالواح من بلاصه وتشري الخيط من بلاصه وتشري المضخه من بلاصه، وملي كيوقع عندك المشكل كتصيب فعلا المشكل. خاصك تشوف شركه ولا تشوف مقاول صغير اللي غادي يتكلف بهاد المسؤوليه هذه ويعطيك الكارونتي، وقت ما كانت شي حاجه هو اللي غادي يجي يصلح، هو اللي غيكون مكلف. اللي مهم هو انك خاصك تشري الماتيريال من بلاصه وحده. اما بالنسبه للتركيب فراه كاينين اخوان حرفيين كيركبوا هاد المنظومات ديال الطاقه الشمسيه، ما فيها باس تدي المقاول اللي شريتي من عنده او لا تدي واحد الحرفي اللي متمكن من الحرفه ويركب لك المنظومه ديالك. سؤال اخر كيتطرح عليا بالنسبه للمضخه المنزليه ديال الكهرباء اللي كتخدم ب 220، واش ممكن نخدمها بالطاقه الشمسيه؟ ايه ممكن تخدمها بالطاقه الشمسيه الا درتي ليها فارياتور اللي كيدخل دي سي، كيدخل الضوء ديال الالواح وكيخرج لك 220 في الاسي، يعني غادي يخدم لك 220. كتستعمل الكوندنساتور. بالنسبه لهذا المشكل هذا فراه عندي فيديو في القناه، تقدر تدخل للقناه وغادي تصيب واحد الفيديو فيه طريقه تحويل مضخه ديال 220 باش تخدم لنا بالطاقه الشمسيه. هنا المنظومه عندنا راه قربنا نكملوها، بقات لنا الصباغه ونركبوا الالواح. الاخ سعيد الله يعطيه الصحه راه هو اللي كيدير التلحيم ديال هاد المنظومه وكيدير الصباغه وكيركب الفارياتور، يعني كلشي كيديروا الراسو. هو من الاحسن واحد يركب الماتيريال كامل، ما خصش يتخلطوا فيه ليدين. ما كنعتذر من كل الاخوان اللي كيكتبوا لي التعاليق وما كنجاوبهمش، راه ملي كنكونوا خدامين كيصعب علينا باش توازن ما بين الخدمه والتصوير وتجاوب على الاسئله وتجاوب على التعاليق ديال الناس. تستاهلوا اخوتي، بكم نتوما ما غاديش نكونوا حنا وما غتكونش هذه القناه وما غاديش يكونوا هاد الناس اللي منهم كنستافدوا وكتستافدوا حتى نتوما.
على ما كيبان ليا باننا طولنا في الفيديو باش تبقى تفرج في الفيديو فيه 20 دقيقه ولا 15 دقيقه، فراه هذا غنديروه الجزء الاول، ومازال ان شاء الله غنديروا الجزء الثاني كيفاش غادي نركبوا الالواح، كيفاش غادي نركبوا الفارياتور. وبالنسبه للاسئله ان شاء الله في الفيديو الثاني راه حنا غنجاوبوا على اسئله اخرين، وما نكرهش تبقاو تكتبوا لي الاسئله في المنتدى ان شاء الله، وغادي نولي ندير بث مباشر باش نجاوب على الاسئله ديال الاخوان. ما تنساوناش بلي لايك، لي لايك الخوت، لي لايك راكم كتنساو اللايك، وشكرا لكم.